اتفرجوا على الفيديو الحصري اللي احنا حصلنا عليه بشكل حصري اول مره تشوفوه في اقتحام سجن الفيوم اللي مات فيه اللي هو البطران الله يرحمه الله يرحمه سجن القطه في الفيوم اللي هو البطران اللي رفض تنفيذ مؤامره حبيب العدلي واللي قضيته لحد دلوقتي ميته في الادراج. نشوف الناس قالوا ايه في سجن الفيوم عن اقتحام السجن. امبارح قفلوا علينا البيبان الساعه 3 الشوشاوه والمخبرين والظباط خدوا بعضهم وجريوا ومشوا وسابونا مش عارفين نطلع ولا نروح ولا نيجي وفتح علينا قنابل وصولا للدموع. المساجين من بدايتها فتحت لا مؤاخذه انابيب الطفايات وبعدين لا مؤاخذه قدموا بس اننا مسجون معاه المفتاح وبعد ما المفتاح فتح الناس كلها جريت ولا جيش عايز يجينا ولا عارفين نهرب ولا اساسا مش عايزين نمشي عشان ما نضرش ولا عارفين مين يودينا شمال ولا يمين ولا قالوا لنا المخبرين دخلوا علينا امبارح بالشوم العصر بالشوم العصر عجزوا لي رجلي ضرب البتاع اللي هو امبارح مسيع الدموع دي ده واساسا بالليل عارف هنعمل ايه. كل الاهالي جت حملوا التلفزيونات والمراوح والثلاجات من هنا بالليل اهالي برشاشات وبنات ونسوان وشباب في مخبر انا اعرفه شكليا مخبر اعرفه شكليا وخد احسن من 30 حته اهالي النهارده على مدى السكه. دول نزلاء سجن الفيوم ايام ما كان الشرطه بتطلعهم من السجن تضرب عليهم غاز عشان يخرجوا. انتوا متخيلين؟ طبعا الفيديو ده مش هتشوفوه اي في اي حته الا خاص بالشارع المصري، فيديو حصري للشارع المصري. ادي نزلاء سجن الفيوم الناس اللي طلعتهم الشرطه. اذا كان حبيب العدلي والمجلس العسكري وخطه المخابرات الحربيه الرئاسيه فتح السيسي هي فتح السجون عشان ترويع المصريين، فالناس تخاف فيلجأوا لمين؟ يلجأوا للمجلس العسكري. انهضنا يا جيش، انهضنا يا جيش بلادنا. الجنائيين خلاص هيخطفوا البلد. الجنائيين خلاص معانا في كل حته. انا شفت ده وعصرت ده واكيد انتوا عصرتوه. في كل قريه، في كل حي، كل مدينه خلاص المسيحيين جايين انهضوا. وطبعا تامر بتاع غمره والناس تصرخ في التلفزيونات كان ده مستهدف. انما هو ده قدرنا.